بسم الآب والابن والروح القدس الآله الواحد امين. النهارده معانا حصه جديده من الحان ومردات رفع بخور عشيه وبكر. احنا اخذنا قبل كده ارباع الناموس واخذنا الاواشي، خدنا صلاه الشكر، وخدنا اوشيه الراقدين والمرضى والمسافرين واوشيه القرابين اخر حاجه خدناها. النهارده بنعمه المسيح هناخد حاجه اسمها الزوكسولوجيات. الزوكسولوجيات هي كلمة جاية من كلمة زقصة، زقصة يعني تمجيد، يعني عبارة عن تمجيد للقديسين والقديسة طبعا على رأسهم القديسة السيدة العذراء مريم. وهنا ده لغة التمجيد في الكنيسة القبطية، هي الزوكسولوجيات، هي لغة التمجيد في الكنيسة القبطية اللي بعد كده دلوقتي بناخد عليها او بنشوف التمجيد الخاص، التمجيد الخاص بالقديسين اللي هو بيكون بالعربي. ودي التمجيدات اللي بالعربي دخلت مؤخرا في ايه، في الكنيسه القبطيه في القرن ال11 وال12، اللي هي التمجيدات الطويله اللي بالعربي. ولكن لما نيجي نشوف الزوكسولوجيات هي تمجيدات للقديسين بتكون ارباع مختصره، الزوكسولوجية لا تتعدى السبع أو ثمان إربع، بتتكلم عن حاجات مختصرة من حياة القديس. الزوكسولوجيات بتتقال في ثلاث حاجات دورية في الكنيسة، هي رفع بخور عشية، رفع بخور باكر، تتقال كمان في تسبيحة نص الليل. تتقال إمتى في تسبيحة نص الليل؟ تتقال مباشرة بعد الايه؟ بعد المجمع. انا مرضتش اخدها وانا باخد تسبيحة نص الليل، مرضتش ان انا ادي الزوكسولوجيات عشان خاطر عارف ان احنا هناخدها في رفع بخور عشية وباكر. فالزوكسولوجيات بتتقال في رفع بخور عشية، وتتقال في رفع بخور باكر، وتتقال في تسبيحة نصف الليل بعد الايه؟ بعد المجمع. في رفع بخور عشية بتتقال بعد أوشية الراقدين، وفي رفع بخور باكر تتقال بعد أوشية القرابين أو أوشية المسافرين على حسب زي ما الترتيب اللي احنا قلناه قبل كده. طيب بعد أوشية الراقدين في تسبيحة عشية أو في باكر بعد أوشية القرابين بنقول إيه؟ في عشية بنروح قايلين تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. القطعة المعروفة اللي هي تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية، ده لو كنا في تسبيحة عشية. لكن لو كنا في رفع بخور باكر، يعني لو كنا في رفع بخور عشية نقول تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليل. أما لو كنا في رفع بخور باكر نقول إيه؟ فلنسبح مع الملائكة قائلين المجد لله في الأعالي على الأرض السلام وفي الناس المسر، ونكمل القطعة بتاعة إيه؟ فلنسبح مع الملائكة. يبقى لو في رفع بخور عشية هنقول تفضل يا رب، أما لو في رفع بخور باكر هنقول فلنسبح مع الملائكة. بعد ما بتخلص القطعة دي نقول قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، بنقول القطعة بتاعت ايه؟ قدوس الله، لغاية ما بنوصل لنهايتها ونقول اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بكل شكر ابانا الذي في السماوات. بعد ما بنخلص ابانا الذي في السماوات المفروض حسب ترتيب الأشبية نقول القطعة بتاعت ايه؟ السلام لك نسألك ايتها القديسة الممتلئة مجدا. احنا هنقولها ولكن هنقولها بإيه؟ هنقولها بالقبطي بطريقة كده جميلة خالص بدون لحن قوي يعني، ولكن هنقولها بالإيه؟ بالقبطي. تعالى كده بقى نشوف، يعني احنا بعد ما نخلص تفضل يا رب، وبعد كده قدوس الله، وبعد كده نقول أبانا الذي في السماوات، نبدأ نقول بقى السلام لك نسألك بالطريقة اللي هناخدها دلوقتي، ودي بنعتبرها مقدمة الزوكسولوجيات، اللي هي قطعة السلام لك نسألك دي هي مقدمة الزوكسولوجيات. خلاص؟ بنقول ازاي بقى؟ خيم بخريستوس إيسوس بن شوي سامين الليلويا. طبعا خيم بخريستوس دي نهاية أبانا الذي في السماوات، مرستوس إيسوس بن شوي سامين الليلويا شيرينيت انتي هو إيرو. بنقرأ، تعال نقرا الكلمات كده، شيريني تن تي هو ايرو،
شيريني تنتي هو ايرو او سي اس او واب او سي اس او واب اسمه ان او 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 سي اس او واب اسمه ان او او ات اوي ام بارثينوس انسيو نيفين ات اوي ام بارثينوس انسيو نيفين تيمس نوتي اثماف ام بخريستوس شيريني تنتي هو ايرو او سي اس او واب اسمه ان او او ات اوي ام بارثينوس انسيو نيفين تيمس نوتي اثماف ام بخريستوس. يعني ايه؟ يعني السلام لك نسألك أيتها القديسة الممتلئة مجدا العذراء كل حين والدة الإله أم المسيح. مرستون سي سونز بين شوين سامين الليلويا شيريني تنتي هو إيرو شيريني تنتي هو إيرو شيريني تنتي هو إيرو شيريني تنتي هو إيرو اوتيس اواب اسمهن او او شيريني تنتي هو ايرو اوتيس اواب اسمهن او او ات اويم بارسينوس انسيوني فين تيمس نوتس مافن بخريستوس. يبقى ما فيهاش اي هزات خالص. المقدمه الحته الاولانيه ما فيهاش هزات خالص، كاننا بنقرا الكلام بالظبط. بنقول ايه من اللي قبلها؟ خمارستونس ايسونس بن شويس امين الليلويا. تاني خم بخريستوس ايسوس بن شويس امين الليلويا شيريني تنتي هو ايرو شيريني تنتي هو ايرو اوثي اس اواب اسمهن او او ات اويم بارثينوس انسيوني فين تيمس نوت اسمافن بخريستوس. نقول تاني خمارستوس ايسوس بن شويس امين الليلويا شيريني تنتي هو ايرو اوثيس اواب اسمهن او او اوثيس اواب اسمهن او او ات اويم بارثينوس ات اويم بارثينوس انسيوني فين انسيوني فين تيمس نوت اسمافن بخريستوس. حاول تاني اخر مره راجع معايا خمارستوس ايسوس بين شويس امين الليلويا شيريني تنتي هو ايرو اوثي اس اواب اثمهن او او ات اويم بارثينوس انسيوني فين تيمس نوت اسمافن بخريستوس. شيريني تنتي هو ايرو اوثي اس اواب اثمهن او او ات اويم بارثينوس انسيوني فين تيمس نوتس مافن بخريستوس. الربع اللي بعده اسعدي صلواتنا الى ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. اني اوي اني اوي انتاني بروسف شي اني اوي انتاني بروسف شي ايه بشوي ايه بشوي هابي شيري امن ريت انت في كان النوفي ناني فول اني او انتين بروسيف شي ايه بشوي هابي شيري امن ريت انت في كان النوفي ناني فول. كاننا بنقراها كده فهنقولها ازاي؟ اني او انتين بروسيف شي اني او انتين بروسيف شي اني او انتين بروسيف شي ايه بشوي ايه بشوي هابي شيري هابي شيري امن ريت انت في كان النوفي ناني فول. نقول على بعضها اني او انتاني بروسيف شي ايه بشوي هابي شيري امن ريت انت في كان النوفي ناني فول. نقول الاثنين مع بعض من الاول خمارستونس ايسوس بين شوي سامين الليلويا شيريني تنتي هو ايرو اوثي اس اواب اثمهن او او ات اويم بارثينوس انسيوني فين تيمس نوتس مافن بخريستوس. اني او انتين بروسيف شي ايه بشوي هابي شيري امن ريت انت في كان النوفي ناني فول. حاولوا تاني ده اني او انتين بروسيف شي اني او انتين بروسيف شي ايه بشوي هابي شيري امن ريت انت في كان النوفي ناني فول.
يعني انتوا حافظين السلام ولكن اسالك بالعربي النهارده دي كنت تاخدوها بالايه بالقبطي، صلوها كده بالايه بالقبطي. شيرين تنتي هو ايرو اوثي اس اومواب اثمهن او او ات او ام بارثينوس انسيوني فين تيمس نوتس مافن بخريستوس اني او انتن بروسفشي اي ابشوي هابي شيري امنري انت في كان النوفي نانيفون. الربع الثالث، السلام للتي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح الهنا العذراء القديسه. شيرث اي تسميسي نان، شيرث اي تسميسي نان ام بي او اين طائف مي، ام بي او اين طائف مي بخريستوس بن نوتي، بخريستوس بن نوتي تي بارثينوس اس اواب. شيرث اي تسميسي نان، شيرث اي تسميسي نان ام بي او اين طائف مي، شيرث اي تسميسي نان ام بي او اين طائف مي بخريستوس بن نوتي تي بارثينوس اس اواب. نقول تاني، شيرث اي تسميسي نان ام بي او اين طائف مي، شيرث اي تسميسي نان ام بي او اين طائف مي بخريستوس بن نوتي تي بارثينوس اس اواب. تاني، شيرث اي تسميسي نان ام بي او اين طائف مي بخريستوس بن نوتي تي بارثينوس اس اواب. نقول لبعض على بعضه كده اللي خدناه، خمارستوس ايسوس بن شيسا مين الليلويا شيرين تنتي هو ايرو اوثي اس اواب اثمهن او او ات او يم بارثينوس انسيوني فين تيمس نوتس مافن بخريستوس اني او انتين بروسفشي اي ابشوي هابي شيري امن ريت انت في كان النوفي نانيفور. ولا تاني، اني او انتين بروسفشي اي ابشوي هابي شيري امن ريت انت في كان النوفي نانيفور. شيرت اي تسميسي نان ام بي او اين طائف مي بخريستوس بن نوتي تي بارثينوس اس اواب. اسألي الرب عنا يصنع رحمة مع نفوسنا ويغفر لنا خطايانا. ماتي هو ام بشويس اي اهري يجول، ماتي هو ام بشويس اي اهري يجول انت في ارقوناي، انت في ارقوناي نم ني نبسيشي، انت في ارقوناي نم ني نبسيشي انت في كان النوفي نانيفور. طبعا هي الزكسولوجات مش هتفضل مستمره كده، هو ربعين كمان وخلاص، بعد كده هنقولها باللحن، هو بس المقدمه هي اللي بتتقال دمج كده، لكن بعد كده بتتقال باللحن. فبنقولها ازاي؟ ماتي هو ام بشويس اهري جون، ماتي هو ام بشويس اهري جون انت في ارقوناي نمني نبسيشي، انت في ارقوناي نمني نبسيشي، انت في ارقوناي نمني نبسيشي، انت في ارقوناي نمني نبسيشي انت في كان النوفي نانيفول. ماتي هو ام بشويس، ماتي هو ام بشويس اي اهري جون انت في ارقوناي نمني نبسيشي انت في كان النوفي نانيفول. نقول من الاول، اسمع مني، امارستوس ايسوس بن شويس امين الليلويا شيرين تنتي هو ايرو اوثيس اوام اسمهن او او ات او ام بارثينوس انسيوني فين تيمس نوتس مافن بخريستوس اني او انتن بروسيفشي اي ابشوي هابي شيري امن ريت انت في كان النوفي نانيفور. شيرث اي تسميسي نان ام بي او اين طائف مي بخريستوس بن نوتي تي بارثينوس اس اواب. ماتي هو
ام بشويس اهري جون انت في ار او ناين منين بسي جي انت في كان النوفي نانيفو. فاضل ربعين كمان وبعد كده هنقولهم باللحن. انا طبعا شوف انت لما بنقول حاجه بدون لحن بتبقى شويه فيها يعني ملل شويه ان انت مفيش لحن، اللحن طبعا بيسهل ويخليك تبقى مندمج اكتر. فهو ربعين كمان وبعد كده هندخل بقى في اللحن. فنقول ازاي ولحن بسيط خالص عامل زي مراد الانجيل. ايتها العذراء مريم والده الاله القديسه الشفيعه الامينه لجنس البشريه او لجنس البشر. تي بارثينوس مريم تي سي اوتوكوس اث اواب تي بروستاتيس ايتن هوت انتي ابجينوس انتيتي مت رومي. تي بارثينوس مريم تي بارثينوس مريم تي سي اوتوكوس اواب تي سي اوتوكوس اواب تي بروستاتيس ايتن هوت انتي ابجينوس انتيتي مت رومي. جيبها من قبلها. ماتي هو ام بشويس اهري جون انت في ار او ناين منين بسيشي انت في كان النوفي نانيفو. تي بارثانوس مريم تي ثي اوتوكوس اث اواب. شوف تي ثي اوتوكوس اث اواب تي ابروستاتيس ايتن هوت انت ابجينوس انت تي مترومي. تي بارثينوس مريم تي ثي اوتوكوس سواب تي ابروستاتيس ايتن هوت انت ابجينوس انت تي مترومي. نجيبهم من الاول. ام ريستوس ايسوس بن شويس امين الليلويا شيرين ايتن تي هو ايرو او تي اس اواب اثمهن او او ات او ام بارثينوس ام سيون ايفن تيمس نوت اسمافن بخريستوس اني اون تاني بروسيف شي اب شوي هابي شيري ام من ريد انت في كان النوفي نانيفو شير ثي تصميسي نانم بي او اينين طائف مي بخريستوس بن نوتي تي بارثينوس اس او ماتي هو ام بشويس اهري جون انت في ار او ناين منين بسيشي انت في كان النوفي نانيفو. تي بارثينوس مريم تي ثي اوتوكوس سواب تي ابروستاتيس ايتن هوت انت ابجينوس انت تي مترومي. اخر ربع في اللي هو الدمج ده هو ده. اشفعي فينا امام المسيح الذي ولدتيه لكي ينعم لنا بمغفرة خطايانا. آري بريزفا فين إهري جون نهر بخريستوس في إطار جفوف هوبوس انتف إرئه مطنان إمبيكو إيفول انتين النوفي. آري بريزفا فين إهري جون آري بريزفا فين إهري جون نهر بخريستوس في إطار جفوف نهر بخريستوس بإطار جفوف هو بوس انتف ارئه مطنان ام بيكو ايفول انتان النوفي. آري برزبا فين اهري جون نهر بخريستوس بإطار جفوف نهر بخريستوس بإطار جفوف هو بوس انتف ارئه مطنان ام بيكو ايفول انتان النوفي. آري برس بافين إهري جون نهر بخريستوس بإطار جفوف هو بوس انتف إرئه مطنان إن بيكو إيفول انتان النوفي. نجيبهم بقى كلهم كده خلاص. نقول إيه بقى؟ إما رستوس إيسوس بن شويس أمين الليلويا شيرين إيتن تي هو إيرو أوثي إس أواب إثمهن أو أو ات او ام بارثينوس ان سيوني فين تي مس نوت اسمافن بخريستوس اني او انت نبروسيف شي ايب شوي هابي شيري ام من ريد انت في كان النوفي نانيفو.
شارت تصمي سينان بي اوين طائف مي بخريستوس بن نوتي تي بارثانوسس هو ماتي هو ام بشويس اهري يقول انت في ارقو ناين مني نبسيشي انت في كان النوفي نانيفو تي مارسينوس ماريام تي ثيوتوكوس واب تي ابروستاتيس اتن هوت انت ابجانوس انت تي مترومي اري برزبافين اهري يقول نهر بخريستوس بطارق فوف هو بوس انت فقر اه مطنان بيكو ايفو لنتان النوفي. من اول بقى الربع ده تبتدي تتحدد نغمة الزوكسولوجيات. يعني ايه بقى؟ يعني الربع ده اللي هو شيريني اوتي بارسينوس ده هيتقال بنفس نغمة مرض الانجيل. فاحنا دلوقتي عشان بناخد رفع بخور عشية وباكر رفع بخور عشية وباكر بالطقس السنوي، فمرد الانجيل بتاع القداس هو ايه؟ اونياته اللي انتوا خدتوه قبل كده، اللي هو اونياته خنومس. فشيريني اوتي بارسينوس بتاعت الزوكسولوجيات هتتقال بنفس مرد ايه؟ الانجيل بنفس الطريقة. طيب لو كنا زي دلوقتي في الخمسين والطقس الفرايحي، فشيريني اوتي بارسينوس هتتقال بنفس نغمة مرد الانجيل الفرايحي. لو كنا في احد الشعانين، فشيريني اوتي بارسينوس هتتقال بنفس نغمة الشعانين وتكمل الزوكسولوجيات كلها بنفس نغمة الايه؟ الشعانين. يعني الزوكسولوجيات بتتبع نغمة مرد الانجيل، لان مرد الانجيل هو اللي بيحدد نغمة الطقس. يعني نغمة الطقس ان كان فرايحي هيبقى مرد الانجيل فرايحي، شعانيني هيبقى مرد الانجيل شعانيني، لو كان صيامي هيبقى صيامي. يعني لو الصوم الكبير سواء نغمة الأحد أو نغمة الأيام، فحسب مرد الإنجيل هيتحدد عليها الزوكسولوجيات. بما أننا دلوقتي بناخد الطقس السنوي، فشيريني أوتي بارسينوس بتاعت الزوكسولوجيات هتتقال بنفس نغمة مرد الإنجيل السنوي اللي هو أؤنياته. هو احنا هناخدها المرة الجاية بس هنسمعها لكم. بنقولها ازاي بقى؟ الكلمات بتاعتها شيريني أوتي بارسينوس تي أورو إمي إن أليثيني شارب شوشو انتي بنجانوس اري اكفونان ان امانوئيل، اللي هي اخر جزء في السلام لك. فبنقولها ازاي؟ شارني اوتي بارثانوس تي اورو امي ان الي إثني شرب شوشو انت بنجانوس اري اجفونان اما انوئيل. وبعد كده بنكمل بالطريقة السريعة بتاعت مرد الانجيل زي اري برزبافين اللي هي موجودة في مرد الانجيل، هنقول بنفس الطريقة هنا ونكمل بقية الزوكسولوجيات على نفس الوزن. تنتيه قريب مفي اوتي ابروستاتيس اتنهوت نهر بن شويس ايسوس بخريستوس انت في كان النوفي نانيفول. ونفس الطريقة هي بتكون متبعة او نفس النظام متبع على ايه؟ على المجمع في تسبيحة نص الليل. زي ما قلنا قبل كده ان مجمع تسبيحة نص الليل بيتقال بطريقة مرد الإنجيل بتاعة اليوم بتاعة بكرة. يعني لو بكرة مثلا عيد فرايحي، عيد سيدية وفرايحي، هيتقال بالإيه؟ بالنغمة الفرايحي. فتقوم الزوكسولوجيات تكمل وراه بالإيه؟ بالنغمة الفرايحي. طب لو بكرة سنوي عادي ومرد الإنجيل بالطقس السنوي أونياته أو أي مرد إنجيل بس بالنغمة السنوي، يبقى مجمع التسبيح هيتقال بالنغمة السنوي ويتكمل وراء الزوكسولوجيات بالنغمة الايه؟ السنوي. لو شعانيني او صيامي وهكذا، يبقى المجمع والزوكسولوجيات بيتبعوا نفس قانون الايه؟ مرد الانجيل، او نفس نغمة مرد الانجيل. تمام؟ يبقى احنا النهاردة خدنا مقدمة الايه؟ الزوكسولوجيات.
والمرة الجاية هناخد إن شاء الله اللي هي آخر ربعين في المقدمة باللحن شيرينيه والختام بتاعتها، وبعد كده ناخد المرة الجاية إن شاء الله زوكسولوجية للسيدة العذراء بتتقال في رفع بخور عشية. خلينا بقى إيه نراجع النهاردة ونختم، نراجع كده اللي خدناه. قلنا في نهاية الأواشي سواء في رفع بخور عشية لو قلنا أوشية الراقدين، فنقول إيه بعد أوشية الراقدين بعد ما أبونا يخلص نقول كرياليسون، وبعد كده تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة. لو كنا في رفع بخور باكر بعد أوشية القرابين أو بعد المسافرين نقول إيه فلنسبح مع الملائكة، وبعدها نقول قدوس الله، وبعد قدوس الله في نهايتها نقول أبانا الذي في السماوات، وآخر حتة في أبانا الذي في السماوات بالمسيح يسوع ربنا بنقولها بقى بالقبطي، بنقول إيه بقى؟ مارستوس إيسوس بن شايسا مين الليلويا شيرينيت انتي هو إيرو أوثي إس أوهاب إثمهن أوو إت أوين بارثينوس إنسيوني فين تيمس نوتس ماغن بخريستوس آني أوين تاني بروسفشي إبشوي هابي شيري إمن ريت انت في كان النوفي ناني فول. هرجعها تاني. اني اون تن بروسف شي اب شوي هابي شيري امن ري انت في كان النوفي ناني فول شيرت تصمي سيناني بي او اين طائف مي بخريستوس بن نوتي تي بارثينوسس او ماتي هو ام بشويس اهريجون انت في ارقو ناين منين بسيشي انت في كان النوفي ناني فو تي بارثينوس ماريام تي سي اوتو كوزس واب تي ابروستاتيس اتن هوت انت ابجينوس انت تي مترومي اريب رزبافين اهريجون نهر بخريستوس بإطارك فوف هو بوس انت في ارقه مطنان ان بيكو ايفو لنتين النوفي. وبعد كده الربع اللي هو بيترتل بمرد الانجيل اللي هو شيريني اوتي بارثينوس تي اورو ان مي ان الي ايثني شرب شوشو انت بن جنوس اري اجفونان اما انوئين تنتي هو اري بن مفي اوتي ابروستاتيس اتنهوت نهرم بن شويس ايسوس بخريستوس انت في كان النوفي نامي فول. وبكمل الزكسولوجيات بنفس الايه بنفس الوزن الى الختام. نشوفكم المره الجايه مع مراجعه للمقدمه ومع زكسولوجيه، اول زكسولوجيه للسيده العذراء هناخدها المره الجايه ان شاء الله. اشوفكم على خير. سلام.